شركة اي تي اس تيم هي من الشركات اللي تعاقدت مع الخطوط الجوية العراقية في 2016. هذا العقد سيء الصيت بالنسبة إلي، قد يكون جيد للآخرين. للأسف الشديد هذا العقد كان كل إذعان للخطوط الجوية العراقية، والعقد كان به ألغام كثيرة. التوقيع العقد تم توقيعه من قبل الناس اللي كانت تدير الخطوط الجوية العراقية في حينها. وجدت من خلال المراجعة لهذا العقد أن شركة اي تي اس تيم تعمل فقط يعني حقيقة للحصول على المال وليس لتطوير الخطوط الجوية العراقية. كانت هناك أشخاص في الخطوط الجوية العراقية يتعاملون مع اي تي اس تيم. دخلنا في حقيقة في حوارات كثيرة مع كثير من المهندسين، توصلنا إلى أنه شركة اي تي اس تيم هي ليس من الشركات التي تريد أن تبنى الخطوط الجوية العراقية، وإنما تريد يعني حقيقة تبغى أنه تحصل على المبالغ اللي هي يعني. ليش حاجز على المحركات معالي الوزير؟ يقال بسبب تسويات حسابية. هنالك 10 محركات بالإضافة يعني معها الاي بي يو اللي هو أيضا محرك. هذه تستخدم للطيران، هذه تستخدم للجنريتر. حقيقة هذه من 2000 قسم من أدهم من 2016-17 هي أخذتها شركة اي تي اس تيم لكثير يعني للدامة ولطرق كثيرة. قسم من عندها أخرجت، لحد الآن ما عرف كيف أخرجت هذه المحركات. إحنا الآن شركة اي تي اس تيم تركت الخطوط الجوية العراقية منذ شهرين.